السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل تعبت من استخدام المحدود لأدوات الذكاء الاصطناعي وتحديدا الشات جي بي تي 4 الذي يسمح لك بالبحث 5 مرات أو 6 مرات لمدة معينة ثم تليها فترة لكي تستطيع مجددا؟ في فيديو اليوم سوف أشرح لك طريقة استخدام جميع أدوات الذكاء الاصطناعي من أحدث نسخة من الشات جي بي تي وغيرها كجيميني وكوبايلوت عن طريق إنشاء بوت يسمح لك باستغلال كل هذه الميزات ومن بينها الشات جي بي تي 4 بدون توقف unlimited. وبالتالي ما عليك فقط هو اشتراك في هذه القناة وتابع الفيديو. نقوم بفتح موقع chaos.com. هذا هو الموقع المسؤول عن استغلال جميع أدوات الذكاء الاصطناعي الأحدث التي ليست مجانية ويمكنك برمجة بوت من خلاله تستغل هذه الأدوات من دون توقف. وبالتالي نقوم بالولوج إلى هذا الموقع ثم نقوم بتسجيل الدخول عن طريق حسابنا على سبيل المثال في الجيميل، ثم تفتح لنا هذه النافذة. نذهب مباشرة إلى Create Bot، نقوم بالضغط على Create Bot ثم نختار الفئة. نحن عبارة عن أشخاص عاديين وليسنا بتيم، وبالتالي أختار Person وهنا نختار اسم البوت. على سبيل المثال سوف أقوم بتسميته King Bot. هنا نقوم بعمل Description أي تعريف لهذا البوت لا يهمنا، وهنا صورة للبوت الخاص بنا. نستطيع استخدام الجينيريت عن طريق الدالف E3 وسوف يقوم مباشرة انطلاقا من الشرح description والاسم الذي وضعت بعمل جينيريت لصورة تمثل هذا البوت. وبالتالي عند الضغط عليه ننتظر لحظات إلى غاية تحليل كلمة King Bot ثم تأتي الصورة. على سبيل المثال قام بعمل هذه الصورة، نقوم باستغلالها. ويمكنك الرفع مباشرة عن طريق النقر هنا، ثم نقوم بالضغط على Confirm. وهنا عندما نقوم بالضغط على Confirm سوف تفتح لنا البوت الخاص بنا. عندما يفتح لنا البوت الخاص بنا سوف يحتوي فقط على خيار الجي بي تي 4. سوف نسمح للبوت الخاص بنا وهي هنا النافذة أن يقوم بتحليل البيانات، البحث في الويب، استخدام آخر نسخة من الشات جي بي تي وكثير من المعطيات. فعلى سبيل المثال أريد إضافة التي تسمح باستغلال آخر نسخة من الدال E3 وهي المسؤولة عن عمل جينيريت للفوتوز. وبالتالي نقوم بالضغط على Plugins ثم نقوم بالضغط على زائد. هنا نقوم بالضغط على زائد، أريد البوت الخاص بي يقوم بعمل جينيريت أيضا للصور. وبالتالي نقوم بالضغط على Add. أريد أن يستغل أيضا Advanced لتحليل الصور من الجي بي تي 4 وأقوم بالضغط على Add، سوف يقوم أيضا بإضافته. هنا أريد أن يستغل الجيت هاب في البحث عن الكود لأن قناتي مخصصة للبرمجة وحلها والكوميت وجميع هذه الأمور انطلاقا من البحث داخل الجيت هاب. ويمكننا استغلاله في عمل فيديوهات انطلاقا من صور أو شرح نقوم بوضعها وذلك بتحديد كابكات، والبحث في اليوتيوب لاستخراج أي عمل أناليز للفيديو الذي تريد استغلال معلومات أو غيره. وبالتالي أنا لا أحتاج هذه الأمور، هناك كثير من الأمور يمكنك إضافتها كبلاجنز. حاليا البوت الخاص بنا سوف يقوم باستخدام الجي بي تي 4 بالإضافة إلى هذه الإضافة. أريد أن أقوم باستغلال آخر نسخة من الجي بي تي 4 وهي شات جي بي تي 4. وبالتالي هنا نذهب إلى جي بي تي 4 ثم نقوم بالضغط على الرمز هنا ثم اختار اخر نسخة وهي الجي بي تي 4. كما يمكننا استخدام الجيميني برو وهو الخاص بجوجل وهي النسخة مدفوعة كالجي بي تي 4. وبالتالي سوف استخدم فقط الجي بي تي 4 والذي هو مجاني لكن لفترة محددة في اليوم. وبالتالي هنا عن طريق البوت سوف يسمح لك باستخراج كثير من المعطيات. هنا الاوتبوت فورمات نتركها تكست عندما يقوم بالرد علينا، وهنا كثير من المعطيات يمكنكم الاعتماد عليهم وبالتالي اشرح. فعلى سبيل المثال اريد البحث عن قناتي هاي، قم بكتابة هاي ثم سوف ارى ما سوف يقوم بالرد عليه. Hello, what is going on? Can you tell me who is من هو اي من ذلك؟ للعلم فهو يستخدم الجي بي تي 4 او. هنا يمكنك استغلال باللغة الانجليزية او اي لغة عربية اخرى. هنا يقوم بالبحث عن ايمن دا في جميع المنصات من بينها الجيت هاب، حاليا فهو يستخدم الجيت هاب، يبحث عن الريبو. وايضا لو قمت باضافة اليوتيوب هنا عن طريق البلاكنز، لو قمت باضافة اليوتيوب سوف يجد ايضا قناتي عبر اليوتيوب ويشرح او مباشرة كتابته عن يوتيوب. I mean أقصد
الآن يبحث عني في اليوتيوب فسوف يجد كل المعلومات، قناة علمية تعليمية، وسوف يقوم بسحب الصورة الخاصة بي والفيديوهات الأكثر بحثا في قناتي وغيرها. هذا فيما يخص اليوتيوب، مادام استغل الجيت هاب في البحث واليوتيوب أريد أن يقوم باستغلال بإنشاء صور. على سبيل المثال أقوم بعمل stop، سوف أقوم بهم make me a new logo or new image، صورة for my youtube channel. أي من ذا سوف يقوم باستغلال مباشرة الدال E3 وسوف نرى هنا. Could you please provide me، أي امنحني من المعلومات لكي يقوم بجنيريت إيميج جيدة. It's a YouTube channel. It's a YouTube channel for programming. ننتظر لحظات. هنا يمكن لون والستايل الذي تريد أن يقوم بوضعه عندما يقوم بعمل جنيريت للصورة. حاليا يقوم باستخدام الدال 3 وذلك لعمل جنيريت، أي لإنشاء الصورة التي نبحث عنها. نحن ننتظر. Here's the new banner. سوف أرى ما قام بتطويره فيما يخص إيميدف. ننتظر لحظات. لاحظوا هذه الصورة التي قام باستغلالها. للعلم أنه شات جي بي تي 4.0 هنا إليميتد. كما يمكنك أخي الفاضل إنشاء أكثر من بوت أو حذف البوت السابق بالضغط على رمز العودة. هنا سوف يقوم بحفظ البوت الخاص بك، ويمكنك إنشاء بوت آخر، وهنا البلوجنز جميعها المتواجدة بالإضافة إلى مشتريات يمكنك شراؤها مباشرة من هنا، وهي أدوات قام بتطويرها أشخاص يمكنك استغلالها. هنالك من هي مجانية وهنالك من هي بالأموال، وهنا كل البلوجنز التي تتواجد في الموقع التي رأيناها سابقا والتي لم نراها. هنالك كثير يمكنك هنا مراجعتها بنفسك من ستاك اوفر فلو، تويتر، اخر هوست اندكس سيرش وغيره. في اخر الفيديو اخي الفاضل، هذا الفيديو متعوب عليه في البحث، لا تنسى اخي الفاضل مشاركة الفيديو مع اصدقائك وعمل اشتراك في القناة ودعم القناة للاستمرار. سلام.